شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم معا بالذكرى الخامسة لثورة الشعب المصري في 25 من يناير، التي ضحى خلالها شباب من خيرة أبناء الوطن بأرواحهم من أجل دفع دماء جديدة في شرايين مصر، تعيد إحياء قيم نبيلة افتقدناها لسنوات، وتؤسس لمصر الجديدة التي يحيا أبناؤها بكرامة إنسانية في ظل عدالة اجتماعية تسود ربوع بلادنا. شعب بلادي العزيز، إن التجارب الديمقراطية لا تنضج بين عشية وضحاها، وإنما من خلال عملية تراكمية ومستمرة تضيف يوما تلو الآخر خبرة جديدة، فترسخ المفاهيم وتثقل العمل السياسي والممارسة الديمقراطية. تسعى خلالها الدولة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات في إطار واع من الحرية المسؤولة، يحول دون تحولها إلى فوضى هدامة تقوض مقومات الدولة وتقضي على مقدرات الشعب. إن تقييما منصفا وموضوعيا لما حققته مصر خلال أقل من عامين على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية يوضح أن بلادنا تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع.